أسألكم سؤال سريع إذا سمحتوا لي أن تجمع طور يبحث عن النهضة وقاعدين نشوف هذا كله يعني الحمد لله رب العالمين دعم. أهم شيء بالنسبة للجماهير وخصوصا الجمهور اليوم المباراة اللي نشوفها هي مباراة عالمية نجوم أظن كل ما هو عالمي يعني المملكة العربية السعودية لله الحمد أصبحت الآن وجهة لكل من يريد أن يعني يبحث عن التنها. مثل تواجدها للنجوم يعني كريستيانو رونالدو على فكرة اللي ما يعرفون الناس أنه لما سجل هدف الأول مش الجمهور بس قال سي كيف نعم كم كم ياسر سي أنا أعتقد الجماهير يا رونالدو فأرقامك الكبرى كريستوف غارتيان هل سنشاهد بطل كل شيء هو الآخر يغادر أرضية الملعب وهناك اليوم جلسة تنافسية ما بين انطلاقة بفرصة قوية كانت التسديدة اليمينية من جانب أوكو إيكي تيكي يسجل تمريرة